تنبض بصدري بدل قلبي الهموم تسري بعروقي لواهي السموم تنبض بصدري بدل قلبي الهموم تسري بعروقي لواهي تتكتم في داخلي صرخة ألم ضاع دربي والأمل أصبح أهم تتكتم في داخلي صرخة ألم ضاع دربي والأمل أصبح أهم ضيعوني ودروني لا صديق ولا رفيق ضيعوني ولا انا تهت الطريق ودروني لا صديق ولا رفيق ودروني أصرخ من اللي أنا بليل الجنون أنا بليل الجنون يا براتنا يا روح العطر ردي يا زينب لنا نور الفجر لنا نور الفجر لنا نور الفجر بسك عاد يا حنان البكا ما بيرجع زينب انا حاسه بالذنب يا عيسى حاسه بالذنب انت مالك ذنب البنت مسؤوليه امها ما مسؤوليه عمتها بس انا اللي طلبت من نبيلة انها تخلي معاي زينب على طول وللاسف ما عرفت احافظ عليها وان كان فهذا الموضوع ما يخلي نبيلة من المسؤوليه اطلاقا عموما انا بروح الشركه شويه وبعدين بروح ادور على البنت معها ما بتقدر تريقي؟ على راحتك
زهر تعال هاي الورد، خلنا نشوف من الاتصال هذا من صباح الله من هاي بعد الحين. السلام عليكم. صباح النور عيسى. خير الحمد لله. ها زين قول لي ايش اسوي؟ انت لا تتصرف باي شيء الا لما اخبرك بنفسي. لا 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 لا، انا ما اريد اي احد يعرف عن هذا الموضوع، كل شيء ولا هذا الموضوع. ها انت الحين خليها عندك ولا تتصرف فيها باي شكل من الاشكال. لما اقول لك اريدها تعطيني اياها على طول وبدون اي تاخير. لا تنسى تراها امانه، وانا اعرف انك تحافظ على الامانه زين. طيب بخليك الحين اتواصل معك المساء. يلا مع السلامه. أهلين. صباح الخير. وين زينب يا عيسى؟ نعم سألتك وين زينب يا عيسى؟ أمها وأبوها راحوا يدوروا عليها، وإن شاء الله يرجعوا يجيبوها معهم. بس أشوفك لابسة وعلى وين على الصبح؟ ما يخصك. اتصل بشيخان في المكتب ما يرد علي، اريد اروح مخازن الشركة. اها لا 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 ما في داعي، طالما انه هو موجود هناك انا بجي المكتب على طول. جهزي لي الاوراق المهمة يا سارة لاني ما بقدر اجلس كثير. طيب مع السلامة. صباح الخير. صباح النور شيخان. أسفة قصدي الأستاذ شيخان. ما في داعي للأسف، بس في شيء؟ اتصل فيك الأستاذ عيسى قبل شوي. الحين أنا بتصل فيه. مشكورة يا سارة. للأسف انتبه يا أحمد، انتبه انتبه. أخوي ممكن روح معاكم؟ لا يا أحمد، المكان صعب جدا، ما سهل مثل ما تتوقع. بس بنتي هناك، أنا متأكد أن بنتي هناك. لا تخاف لا تخاف، عدد من أفراد الشرطة نزلوا الوادي بمعدات الأمن والسلامة، وإن شاء الله خير. استريح استريح. الشباب استمروا بالبحث، تعالوا معي. لما أقول لك أريدها تعطيني إياها على طول وبدون أي تأخير. لا تنسى تراها أمانة، وأنا أعرف أنك تحافظ على الأمانة زين.
مريم؟ وين أم جد فهد؟ فين أم ماما؟ جاي جاي ماما، معي ماما. تعالي. وينك يا عيسى؟ وينك؟ خليني أشوف أمل، هذا اللي ما تجلس في البيت. أيوة أيوة أنا جاية في الطريق، بس بتأخر عليك شوي، صارت عندي شوية ظروف. لا أكيد جاية، تطمن. ما الحين، قلت لك بتأخر عليك شوي. إن شاء الله. يا الله، إيش هذه المصايب اللي تصير لنا؟ تطمن تطمن، بجيك. خلي بالك على نفسك. يلا، مع السلامة. وينك يا عيسى؟ شيخان، ايش تحب تشرب؟ مشكورة يا سارة. عن إذنك. شيخان. نعم أستاذ. أنا هذا اليومين بكون مشغول شوية، فأريدك تشرف على كل شيء. تابع لي شحنة السيراميك اللي المفترض أنها توصل اليوم أو بكرة. أنا متابع كل شيء أستاذ عيسى، لا تشيل هم. طيب، صحيح، إيش أخبار دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بإنتاج زيت الزيتون بالجبل الأخضر؟ الدراسة للحين ما انتهت، تحتاج وقت. بس في شركة مقدمة على مشروع استزراع بعض الفواكه الحديثة واللي تتناسب مع طقس الجبل. بمعنى خلينا نغطي السوق المحلي في بلدنا أول شيء، وبعدين نفكر في إدخال زراعات جديدة. أنا متأكد لو طلعت على المشروع بتغير رأيك. تفضل اطلع عليه ولو ثواني. بنشوف. Thank you.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشروا إن شاء الله في شيء جديد. إن شاء الله خير. إن شاء الله خير يا خيسة. عيسى. أيوه يا أحمد. أريدك تبدأ بحصر ممتلكات الوالد وموضوع الميراث. هذا وقته الحين يا أحمد. هذا وقت ميراث الحين؟ هذا عز الوقت. ليش؟ بس أمل تريد فلوسها ومحمد يريد فلوسها و... فكر في بنتك يا أحمد وخلي الفلوس على جنب. يا فلوس أرجوك يا عيسى خلص الموضوع بسرعة. إن شاء الله في الناس ما أقول لحد الحين ما محصلين بنت صغيرة يعني وين اختفت؟ نزلوني معكم أنا بدور أحمد نزلني تعال. أخ أحمد امنع زوجتك تروح هناك المكان صعب جدا. الأخ عيسى لو سمحت مروا علينا المركز. إن شاء الله إن شاء الله. أحمد نزلني أنا أدور عليه. تعالي ليش أحمد مصر على حصر ممتلكات والده وتقسيم الميراث الحين؟ إذا كان الموضوع موضوع أمل أنا الحين أتصرف مباشرة في هذا الموضوع. صباح الخير سارة. صباح النور يا أخ عوض. أسألك سؤال، ماشي أخبار عن رواتبنا؟ ولا أنت تستلم وإحنا ما نستلم؟ طبعا نحن مثلكم حالنا من حالكم، صار لنا شهرين ما استلمنا رواتبنا. زين والمتى بيستمر هالحال؟ علمي علمك، أي خدمات ثانية أقدمها لك؟ وانت قدمتي لي شيء عشان تخدميني مرة ثانية؟ أوف من هذه الشركة. السلام عليكم خالي ناصر. عليكم السلام. حي الله. غريبة أشوفك في البنك. مو تحس بالبنك حالك وحدك، مثل ما أنت حالك في شيء أنا بعد حالي في شيء. أكيد أكيد حالك شيء وشيء بعد، ترى محصول السنة أحسن عن السنوات الماضية. حاسد؟ نعم حاسد، ودقتي وأعرفك زين. تراك شريكي ولا نسيت؟ يلا أقول لك خالي لا تروح مكان، باغنك في موضوع، بدخل البنك وبجيك. خير، ايش هو الموضوع هاي؟ اصبر انت لا تستعجل علي، خليني بروح اسحب فلوس وبطلع، بنروح مع بعض. زين يلا انتظرك هناك. يلا لا تاخر. ان شاء الله. تفضل. الاخ عوض كان يسال عن راتبه. انزين خليه يدخل. لا هو راح. طيب لما هو راح ما يريد يشوفني، انت ايش جاي تسوي؟ قلت أشوفك، أقصد أخبرك يعني. مشكور. على تفضل. قلت لك كذا مرة، ما أحب أركب السيارة في المشاوير الصغيرة إلا إذا بغيت أنزل الجبل. أعرفك أعرفك يا خالي، بس أنا بغيتك في موضوع، لكن قبل أن أقول لك موضوعي، أحمد شمقي ما أريد يعرف اي شيء بيني وبينك. ليش؟ شمجك الرجال ما غريب عنك يا خالي؟ احمد جاي يقلب في الدفاتر القديمة. لا تخاف لا تخاف، بس انت اسمع الكلام اللي اقول لك اياه ولا تخاف من شيء. وهذا الموضوع اللي جاي تكلمني فيه؟ لا، في موضوع ثاني بعد.
خير، ايش هو بعد؟ اريد اشتري محصول ماي الورد مال هذا السنة من الجبل كنا. وايش تبغى بماي ورد الجبل؟ ابغى اتسبح به. واذا كنت اقدر اشتري محصول المشمش بشتري بعد، بنزله مسقط. اريد يعرفوا الجماعة ان خيرات الجبل الاخضر توصل لعندهم. اعرفك ابوي اعرفك، يوم تبغى تسوي شيء اكيد بتسويه. المهم ودني البيت انت ونزلني عند البيت. ان شاء الله ان شاء الله يا خالي. وبمرة بعد تنزل تتقهوى معي. لا احسن. لا خالي لا. ليش؟ انا برجع الشركة لان عندي شغل، بس لا تنسى الامانة. عارف ان شاء الله. يا الله الله يستر. بس خالي المفروض اروح المزرعة، لكن خبرك ما بروح مزرعة، نزلني عند البيت احسن. ان شاء الله. زاهر في المزرعة؟ زاهري في المزرعة هو عادل. ان شاء الله ان شاء الله. نزلني احسن. او تنزل معي تقهوى؟ لا خالي لا. ها؟ لا بروح عندي شغل بعد. على راحتك. يلا وداعة الله. شغلت بالي شوية بهموضوعك. لا تهتم لا تهتم. بسك الحين جاي تبكي؟ وين كنتي لما كانت البنت عندك وبين ايدك؟ انت المسؤوله عن ضياع زينب، انت اللي ضيعتيها. كل اللي صار بسبب اهمالك انت، انت اللي ضيعتي زينب عنها، انت المسؤوله. انت وش تقول؟ انت وش تقول؟ احنا كنا هناك لما ضاعت البنت، كنا نتحمل المسؤوليه. انت تتحمل المسؤوليه لانك ام، والام لا يمكن تتخلى بنتها بدون ما تسال عنها. زينب كانت مع عمتها واحنا راجعين واثقين انها كانت مع اختك. روح اسالها وين ودتها. حتى لو سالتها هذا ما يعفيك ابدا المسؤوليه. حرام عليك حرام عليك تزيدني هم فوق همي احمد. حرام عليك حرام عليك. انت حرام عليك حرام عليك انك خليتينا تضيع زينب بين ايدينا. يا ريتك لو انتبهتي، ريتك لو انتبهتي ما كانت راحت من البنت. حصلتوا زينب؟ كيف نحصلها؟ كيف نحصلها وانت اللي مخططوا البنت؟ كيف نحصلها واحنا ما نعرف انت وين مخبتينها؟ حرام عليك يا نبيل، حرام عليك تتهميني هذا الاتهام. انت كل شويه جالسه تاكدي انه انا اللي مخططه زينب. كنت عذرتك لان اعصابك تعبانه مثل ما نحن كلنا اعصابنا تعبانه، بس انا ما ارضاها ما ارضاها ولا اتقبلها في حقي انك تتهميني. زينب ما كانت معاكي؟ ما انت اللي قلتي ما اريدها تفارقني ولا لحظه؟ ما قلتي؟ هذا ما يعني انه انا اللي اختطفتها. الغلطه غلطتنا احنا الثنتين. احنا نسينا زينب في الوادي وكل وحده منا تظن ان زينب معاها. انت اللي سرقتي بنتي. انت نبيله هذا الكلام اللي تقوليه ما يصير. والحين اخوش قاس يحملني انا المسؤوليه؟ لكن الحقيقه ان انت السبب، انت اللي خذيتي البنت. لا تفكري نفسك حاملة، انت ما راح تجيبي اولاد ابدا، وهذا عقاب من رب العالمين. لاني ايش؟ لانك مجرمة. مجرمة؟ انا مجرمة يا نبيلة؟ انا مجرمة؟ وعملية اختطاف الاشخاص هوايتش من يوم صغيرة. كم واحدة اختطفتي من صديقاتي؟ ها كم واحدة؟ واختطفتي مني؟ اختطفت منك ايش؟ ارجوك ردي احمد. تكلم يا احمد، يرضيك باللي زوجتك جالسه تقول عنك؟ انا اختطفت بنتك يا احمد؟ رد رد يا احمد. سكوتك ما له معنى واحد، انك موافق زوجتك بكل كلمه تقولها. بس خلاص يكفي. بس
نفسك. إن شاء الله زينب بترجع، إن شاء الله زينب بترجع. بس يا نبيلة بس. أنا اللي اختطفت بنتك يا أحمد؟ معقولة تتهموني بهذا الاتهام؟ كيف ممكن تفكروا فيني بهذا الشكل أنت وزوجتك نبيلة؟ يا أحمد أنا ما قادرة أصدها. رد علي، لا تكون ساكت يا أخوي. يا أحمد أنا حنان أختك. معقولة أختطف بنتك اللي أحبها واللي اعتبرها بنتي؟ يا ناس ايش اللي صار لكم؟ رد علي يا احمد. من ممكن يصدق اني انا اختطف بنت اخوي؟ من؟ الشرطة بتصدق. يعني تريدوا تبلغوا علي الشرطة؟ تريد تبلغي علي الشرطة يا نبيلة؟ والحين بعد؟ يلا أحمد قوم نروح نبلغ الرائد سعيد. بس اكفي اللي قلتيه يا نبيلة، بس اكفي. لما أشوف الرائد سعيد ببلغه كل شيء عن أختك. أدري نبيلة يا حنان هي أمه فاقدة ظناها، وبعدين تحمل شوي لين ما هذه المشكلة تنتهي على خير. نبيلة تتهمني أني أنا مختطفة بنته؟ أنا ما مصدقة أعز إنسانة عندي تتهمني هذا الاتهام الصعب. أنا أختطف بنت أخوي؟ يا أمل أسئلة كثيرة تشيب الرأس. أنا بجن يا أمل، بجن. سلامتك يا أختي، سلامتك. أرجوك يا حنان قولي لي وين وديتي بنتي؟ قولي لي الله يخليك. حرام عليك، حرام اللي جالسة تسوي فيني. كفاية يا نبيلة، كفاية. وانتي ما حرام عليش اللي سويتيه واللي جالسة تسوي فيني؟ ما حرام؟ ايش سويت؟ فهميني بس ايش سويت فيكي؟ يا نبيلة نحن صديقات واعز من الاخوات، انا ما خذيت منك شيء. كذابة، اخذتي مني عيسى. ايش؟ عيسى؟ تتذكري ايام الجامعة؟ انا تنازلت عن عيسى، بس مستحيل اتنازل عن بنتي، مستحيل. انتي ايش تقولي يا نبيلة؟ انا تنازلت عن عيسى، انا كنت اريد عيسى، كنت اريده. نبيلة ارجوش تخفضي صوتك، ترى احمد موجود في البيت واذا سمعك راح تصير مشكلة جديدة وكبيرة. ارجوش. انا ما جاي اسوي مشاكل ولا اريد اسوي مشاكل. انا اريد بنتي.
نفسي لما تشهد جبل الأخضر. ما تشهد زورين ولا تشهد زوري عيسى. أيوة أنا أجي أزور عيسى. أجي أزور عيسى. ارتحتي حنان؟ حنان 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 نبيلة نبيلة حتى على حنان. حنان أختي حنان نبيلة. حنان 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 اصحي اصحي حبيبتي اصحي اصحي يا أختي. حنان لنا نور الفجر لنا نور.